بس انت طلعتي غاليه قوي عند حسام بيه يا مدام منار. الراجل سايب شغله ومصالحه وقاعد معاكم من امبارح. وسيادتك باي حق تتكلم بالطريقه دي؟ هيك بتهزر ولا ايه؟ بهزر يا حسام بيه، الواحد ما عارفش يهزر ولا ايه؟ لا، هو موقف اللي احنا فيه اظن مش مستاهل اي هزار خالص. كفايه ان حضرتك مبيتنا هنا من امبارح من غير اي وجه حق. وبعدين سايب المحامي بره ومش عايز تدخله لي. انا مش فاهم هو في ايه؟ في ان المحامي ملوش لازمه، لان خلاص اللي قتل ساره وزياد اعترف، ومدام منار طلعت بريئه. بجد؟ بجد والنبي؟ بجد ولا سعادتك بتشتغلنا؟ اشتغلكم؟ ليه؟ على فكره انا زيكم ما نمتش من امبارح، لان المأمورية اللي سبتوك علشانها كانت بخصوص قضيتك. عشان تبقوا تصدقوني. ها ليه حق اهزر بقى ولا ماليش يا حسام بيه؟ تهزر طبعا يا عسليه، طالما منار طلعت بريئه اعمل اللي انت عايزه. مبروك. ده السلاح اللي ارتكبت بيه الجريمه. طب هو مين يا فندم اللي ما تستعجلش، ثواني وهتشوف بنفسك. طب وبالنسبه لمنار وعمر يا فندم؟ هتعرضوا على النيابه الصبح وشويه اجراءات صغيره ويقدروا يروحوا على طول. ايوه، هو انت شريف؟ اسكندريه زي المجنونه بتاعتك يا بنتي. اسمعيني بس، المهم قال لها ايه؟ انا مسافر ليبيا. جت مراته وهي وصاحبها راح قعد وهو في الدولاب جوه بيقول لها يا بنت الكلب طب اصبري عليها بس لما ارجع من ليبيا. عجبتك؟ موت موت يا زياد، تجنن. انت عارفه انا بحبك قوي. ليه كده؟ ليه يا قلبي زياد؟ عشان دمك خفيف وبتضحكني، مش زي الكئيب اللي انا متجوزاه. خرابي مين؟ شريف. انا الكئيب اللي انت متجوزاه. شريف بص يا شريف. ابص على ايه؟ هو انت لسه عندك كلام تقوليه يا ماما؟ افهم بس يا شريف افهم. انا فاهم كل حاجه كويس. انت لازم تفهم اني لا غبي ولا حمار عشان اقتلكم انتوا الاثنين وادي نفسي في داهيه.